ودي ايه ده؟ دي بنت جابوها جديده لينا واسمها لواحس. قاعده ولا ايه؟ الله اعلم، لكن لو قاعده معانا اسمها مش هيبقى لواحس، هيتغير توتو ولولو وكوكو حتى. واصل ياما ورد علينا يا باشا، كلهم سحنه واحده. حياتك استامبه وبتتكرر زي الاسطوانه المشروخه. لكن البنت دي باين عليها طاله شويه، بالك لميس دي اول ما جت كان اجارك الله، لكن بعد ما اتنجرت والفلوس جلت في ايديها شوف بقت ايه. تعرف ساعتك لو قلت لك اسم لميس دي الحقيقي مش هتصدق. ماشي يا متر. اي خدمه يا باشا. بعد اذن. لسه ما بتردش؟ خارج الخدمة؟ ست الكل بلا ست الكل بلا زفت. انت حاطة السكر فين؟ ولا مفيش سكر من أصله؟ هو حضرتك في الشاليه؟ مالكيش دعوة. أنا فين؟ في الشاليه برا الشاليه. السكر فين؟ في آخر عين في الدولاب اللي على الشمال. لقيته خلاص. متشكره، يلا مع السلامه. ما انا قلت لحضرتك اجي معاكي اخدمك وونسك. انا مش عايزه اشوف حد. حلي عني بقى. لا 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 استني. نعم، عايزه ايه؟ انت كويسه؟ ايوه كويسه. مش خايفه وانت لوحدك؟ هخاف ليه؟ العفاريت هتاكلني. لا بعد الشر. بس ايه؟ عايزه ايه مني تاني؟ سقت عليك النبي حبيبك، ابقي كلميني على طول عشان اطمن عليكي. عليه أفضل الصلاة والسلام. حاضر يا سعادة. يحضر لك الخير وما تتأخريش علينا لحسن والله أجيلك. إياكي، عارفة لو عملتي كده هسيبلك الشاليه، هسيبلك الدنيا كلها، هروح مكان محدش يعرف أنا فين. حاضر حاضر. هو أنا بقى كده اطمنت عليكي وعرفت أنت فين؟ وحسك عينك تقولي لحد على مكاني. أنت سامعة؟ حاضر حاضر. يلا مع السلامة. بس لو حضرتك قربت دقايق بس. كان ايه؟ يمكن ربنا عمل كده مخصوص عشان يمكن ما كانتش هترضى ترد عليك وكانت زعقت لي وبهدلتني. زعلانه مني؟ لا هي مش زعلانه، انما زعلانه يعني. ما انا مش عارفه اقول لك ايه بقى يا سعاده البيه. قولي. ما هو انا مش عارفه هي بتفكر ازاي وعايزه ايه بالظبط، وعشان كده بقول دي عين وصابت. سيبك من حكايه العين دي، قولي لي السبب. ما هو انا لو كنت فاهمه كنت فهمت حضرتك. طب احكي لي قالت لك ايه بس كده بالراحه وانا هفهم. هي بتقول كلام غريب كده، مش عارفه ابصر ايه واقعد مع نفسي ايه واعيش ايه، اهو مش عارفه. بس بصريح العباره بقى كده اعترفت لي انها بتحبك. جد؟ يعني انا هكدب عليك يا بيه؟ هو اللي يحب يعمل كده برضه. ايوه، ما عشان كده انا بقول عين وصابت. هنمشي حكايه العين، هنخلي العين ماشي، لكن في سبب برضه. هي بصريح العباره كده خايفه قوي ومتوتره من الكلام اللي قالته لها اللي اسمها ايه ديت اللي كنت حضرتك بتعرفها. ما انا قلت كده. هو مش حضرتك بتحبها؟
انا لو مش بحبها اسال على عنوانها في المحل واجيب واصحى من الفجر مع اني ما اصحاش غير المغرب واجي لحد هنا عشان اطمن عليها. طب ما تقول لها وطمنها يا بيه. ما انا عايز اقول لها بس هي فين؟ ما هو انا ما هو انت ايه؟ ما انت ما انتش عارفه هي فين؟ ما انا خايفه اقول لحضرتك هتزعل مني اصلا مشدده عليا قوي. مش عايزاك تقولي لي؟ لا مش انت بالمخصوص يعني اي حد. بس انا مش اي حد ولا ايه؟ هقول لك يعني انا ضميري ايه؟ مش عايزه مصلحتها وعايزه مستقبلها. ها فين؟ في الشاليه. فين الشاليه؟ والنبي انت طعم يا سعاده البيه. الشاليه فين برضه؟ شوف سعدة الزفتة دي تعمل لها ايه؟ هوريها شغلها. للدرجة دي مش طايقاني؟ انا ما قلتش كده. امال هتوريها شغلها ليه؟ عشان ما احبش حد ما يسمعش كلامي. يا سلام. طب ما انت انا بسمع كلامك كله وانت هو مش بتحبيني. وبعدين هي عملت ايه يعني؟ فتنت على مكاني وانا مشددة عليها اني عايزة اقعد لوحدي. انت جدعة معتبراني انا وانت واحد. نسيلي انا كمان معتبرني كده اموت يا بأمرت ايه؟ بأمرت ان انا دورت على مكانك وسالت في المحل وجبت عنوانك ورحت لسعده وقعدت واستقصيت. مش انا استقصيت، والاستقصاء ده صعب جدا في بلدنا دي لحد ما تلاقي عنوان حد. ياه كل ده شايلها في صدرك. يظهر بقى ان انا لازم امشي. امشي؟ هترد عليا؟ انت حر. طيب امشي بقى بدل ما اضايقك اكتر من كده. معايا خلاص، ما انا اطمنت عليكي وهو ده المطلوب. انا بصراحه عايز امشي بس في مشكله. ايه هي؟ رجليا مش مطوعاني، مش عايزه تتزحزح. اتزحزحي بقى على الرتينه قدام الليس والمسواش. التقطيعي بيه من مكانك بيه. اوعي ايدي. قلت ايه اللي عرفك مكاني اصلا؟ ما تلمسنيش خالص. انا لما اشوف بنت ازاي فتنت على 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 مكاني وقالت لك ان انا هنا. اوعي. انت اللي طالبه لي ده؟ ها؟ كنت عارفه ان انا جاي. ها؟ قالت لك ان انا جاي؟ كلمتك طبعا، ما انتوا راسمينه سوا على طول انتوا الاثنين. راسمين ايه؟ طبعا طبعا. هتعمل حاجه من غير مزاجك على دخل انا الفيلم ده عليا ايه؟ يا بلاش كده يا ولا.